اهلا وسهلا بحضراتكم ساده مشاهدي ومتابعي التلفزيون السابع في كل مكان. المنتخب الايفواري من الصعود الى دور الـ16 باقدام الاخرين بعدما اهدى المنتخب المغربي بطاقه التاهل للمنتخب الايفواري في مباريات دور المجموعات في الجوله الاخيره. ففوز المغرب في الجوله الاخيره منح منتخب كوت ديفوار الدوله المضيفه ل المونديال الافريقي 2023 انها تصعد لدور الـ16 كاحسن كان افضل توالت. اربع منتخبات صعدوا افضل توالت هي بعد ما كان يعني تقريبا نص لعيبه المنتخب كانت غادرت ساحل العاج وبداوا خلاص يستعدوا ان هم خارج البطوله. جاء المنتخب الايفواري من بعيد جدا 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 ليقصي صح حامل اللقب المنتخب السنغالي والمرشح الأول للفوز بالبطولة في ماراثون كبير وفي مباراة ديرماتيكية كبيرة جدا 1-1 في وقت الأصلي والوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح أو ركلات المعاناة الترجيحية. ولكن يبقى تدخل الفار في الدقيقة 87 من عمر اللقاء في الوقت الأصلي عندما استدعى الحكم الجابوني إتشو إلى شاشة المراجعة ليعود ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب كوت ديفوار وإنذار على مندي حارس مرمى السنغال. أعتقد أن ركلة الجزاء دي كانت نقطة تحول لأن الحكم أشار باستمرار للعب واعتبر أن لاعب منتخب كوت ديفوار بيتحايل وأشهر له البطاقة الصفراء. فلولا تدخل الفار كان هيكون منتخب كوت ديفوار خارج البطولة وتنتهي المباراة والوقت الأصلي بفوز السنغال 1-0 ويصعد السنغال. ولكن التدخل طبقا للبروتوكول التدخل المتميز من الفار طبقا للبروتوكول اتفقنا معاه في اللعبة دي، لكن نختلف مع الفار ونختلف مع محمود البنا اللي موجود في الفار في ان هو في الدقيقة 9 من عمر اللقاء هناك بطاقة حمراء مستحقة طبقا للقانون للاعب منتخب السنغال ساديو ماني بعدما لعب بقوة زائدة مع لاعب منتخب كوت ديفوار وكان يجب استدعاء الفار للحكم لانه اختفى بالبطاقة الصفراء. عنده زاوية رؤية مناسبة لكن هنتفق ان هو ما كانش عنده حسن تقدير زي ما كانش عنده حسن تقدير في ركلة الجزاء وكان قريب منها واعتبرها سيميليشن. كان يجب ان يتدخل الفار في الدقيقة 9 لاستدعاء الحكم لشاشة المراجعة وبالتالي بطاقة حمراء مستحقة، بطاقة حمراء غائبة لساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي. وهنا دي الفار كده يعني تعاون بشكل جيد ولكنه تمام لابد ان يكون التعاون كامل خلال فعاليات المباراه وخلال كل الحالات اللي هي تحدث خلال اللقاء طبقا لبروتوكول الفار. عايز اقارن بين ركله الجزاء اللي ما احتسبهاش الحكم الجابوني اتشو في لقاء السنغال وكوت ديفوار وبين ركله الجزاء اللي احتسبها الحكم المصري محمد عادل برضو في الدقيقة 87 احتسب محمد عادل ركلة جزاء صحيحة لمنتخب الراس الأخضر صعد بيها إلى دور الثمانية. يعني أنا النهاردة ده اتشو اللي معانا على الشاشة، طبعا قلنا إن عندنا هناك علامات استفهام. برضو عايز أقول لحضراتكم حبيب يلو لاعب السنغال في الدقيقة 59 عنده لعبة هو أنظره فيها لكن هي برضو ترتقي البطاقة الحمراء لأن مدام الدراع والكوع موجودين في الوجه بيبقى ده سلاح طبقا للقانون وبالتالي كان يستحق البطاقة الحمراء في هذا اللقاء. برضو اتشو تغاضى عن البطاقة الحمراء. اتشو انظر سيسي اليو سيسي مدرب منتخب السنغال وهو رايح للشاشة اشهر له البطاقة الصفراء المستحقة. انا عايز اقول لحضراتكم النهاردة ان التحكيم في المباراة الإقصائية لابد ان يكون هناك تركيز اكتر من كده لان ده هيفرق كتير جدا جدا في البطولة لان المباراة الإقصائية لا تقبل القسمة على اتنين. محمد عادل النهارده كان
موجود في الميعاد بصراحه، واحتسب ركله جزاء صحيحه لصالح منتخب راس الاخضر، والفار اكد القرار. محمد عادل كان قريب، كان موجود في الميعاد، تمركز جيد وزاويه طريقه مناسبه، واشهر البطاقه الصفراء برضه على حارس المرمى، برضه على حارس مرمى موريتانيا اشهر له البطاقه الصفراء، زي ما الفار تدخل واحتسب ايشو ركله جزاء على حارس مرمى السنغال مندي محمد عادل هنا. بس محمد عادل في هذا اللقاء هو افضل واكفأ من البجابوني ايشو، محمد عادل بدون تدخل الفار. كل ما في الامر ان الفار الكونفيرم على القرار، وده طبقا للبروتوكول، لكن هو واخد القرار مش منتظر الفار، عنده الشجاعه، عنده المبادره، عنده حسن التوقع والقراءه الجيده للعب، وبالتالي بيبقى دائما وابدا قراره صائب طبقا للقانون. ده اللي عمله محمد عادل، على عكس النهارده اتشو اللي كان بخطئه كان هيتسبب، يعني خطا اتشو لو ما حسبش، لو الفار ما اتدخلش بشكل جيد طبقا للبروتوكول، كان السنغال المباراه تنتهي 1-0 ويصعد السنغال بخطا تحكيمي، وبالتالي تخرج كوت ديفوار ايضا بخطا تحكيمي في مباراه. انا اعتقد ان الفار النهارده كان مؤثر، ولكن من دور الثمانيه قلنا لحضراتكم مباراه دور ال 16 مباريات مهمه جدا جدا جدا، فمحتاجين يكون هناك تركيز في اختيار الحكام. قلت ان حبيبي ديالو لاعب السنغال كان يستحق بطاقه حمراء في الدقيقه 59 من عمر المباراه، ولامين كامارا انذار مستحق. هناك في انذارين لمنتخب كوت ديفوار، جان ميشيل وكريستيان كوامي، انذارات مستحقه، انا شايف الانذارات تقديره فيها مناسب، لكن هو الحكم محتاج يكون اكثر دقه في تقديره للاخطاء داخل منطقه الجزاء. دائما وابدا حضراتكم منطقه الجزاء هي الاختبار الحقيقي للحكم، منطقه الجزاء هي الاختبار الحقيقي لشجاعه الحكم وجراءه الحكم في اداره المباريات. محمد عادل كان معاه طاقم حكام مكون من احمد حسام طه المساعد الاول المصري، ومعاه نهى وطاره المساعد الثاني، والحكم الرابع الرواندي باسيفيك، وحكم الفار محمود البنا، وحكم فيديو سمير الجزاز، وحكم فار زكريا بن سيس. اعتقد ان هو كان طاقم حكام متميز ادار المباراه بشكل جيد، ويمكن انا قلت لحضراتكم في لقاء سابق ان ما زال التحكيم العربي وعلى راسه التحكيم المصري هو الافضل في البطوله حتى الان. عندنا ان شاء الله بكره باذن الله هيكون في مباراه المغرب وجنوب افريقيا في العاشره مساء هيديرها الدولي السوداني محمود اسماعيل، وان شاء الله في السابعه مساء مالي وبوركينا فاسو هيديرها الليبي معتز الشلماني. اختيار انا شايف ان اختيار محمود اسماعيل السوداني لمباراه المغرب وجنوب افريقيا اختيار موفق جدا جدا، ولان المباراه كبيره، الفريقين منتخبين كبار عندهم الطموح، عندهم الرغبه في الصعود لدور الربع النهائي. لكن مباراه بوركينا فاسو ومالي مباراه مهمه، ومعتز ظهر بشكل جيد في دور المجموعات. اعتقد ان من دور الثمانيه هيبقى في تركيز على الحكام اللي هي الكلاس اي او الاليت اي في الاتحاد الافريقي، علشان خلاص دور الثمانيه ودور الاربعه المباريات خلاص بتدخل منافساتها بتدخل الى المراحل الاخيره، وبالتالي الدقه في اختيار الحكام هتبقى مهمه جدا. ده النجم السنغالي اللي كان يستحق البطاقه الحمراء في مباراته امام كوت ديفوار، ولكن هو ودع البطوله، والسنغال حامله اللقب تودع البطوله تمام في استمرار مسلسل المفاجات للكان 2023 بكوت ديفوار. تمام، بطوله المفاجات، الكبار يودعوا البطوله واحد يلو الاخر. اعتقد ان املنا كبير ان شاء الله ان منتخب المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي موجود في البطوله انه يكمل ويصل ان شاء الله الى المباراه النهائيه، ومن ثم يحصد اللقب كمنتخب عربي شقيق. ده اللي بنتمناه، لان كان املنا كبير ان منتخبنا يكمل، ولكن دائما تاتي رياح بما لا تشتهي السفن، وهكذا هي حال كره القدم، ولكنها تعطي كل من يبذل جهد، كل من يكون لديه الاصرار والتصميم والعزيمه والجهد والعرق داخل المستطيل الاخضر بيحصد، مش
بالكلام ولا بالشعارات ولا بالمدير الفنيين، يكون مدير فني عقيم، مدير فني فقير، ما عندوش خبرات، ما عندوش كيفية التعامل مع القرى الأفريقية، يحتاج مدير فني على مستوى عالي. وهذا هو كان خطأ منتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم في اختيار البرتغالي فيتوريا، ولكن يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. ولكن عندنا أمل يكون هناك خطوة في التصحيح، خطوة للأمام لتصحيح مسار الكرة المصرية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إن شاء الله هيكون لنا لقاء مع حضراتكم غدا الثلاثاء بإذن الله في ختام منافسات دور ال 16. عندنا مالي وجنوب أفريقيا، مالي وجنوب أفريقيا والمغرب، وأسف مالي وبوركينا فاسو والمغرب وجنوب أفريقيا، مباراتين يعني يستحق المشاهدة، مباراتين هيكونوا لا يقل تمام في الأهمية وفي المنافسة عن مباراة السنغال وكوت ديفوار اللي انتهت منذ قليل. بشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم غدا في تغطيات ختام منافسات دور ال 16 لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.